يا أهلا فيكم من جديد. قضيتنا القادمة قضية إنسانية لمواطنة انفصلت عن زوجها. هذه الأم لديها طفلة بعمر الزهور، طفلة صغيرة رضيعة، وبحسب شهادة الأم فإن الطليق لا يريد الطفلة واعتدى عليها بالطعن بسكين، حيث قام بالاعتداء عليها أكثر من مرة. هذه الصور اللي نستعرضها معكم تروي لنا الحكاية أو جزء من تفاصيل الحكاية كما عايشتها هذه الأم مع فلذة كبدها هذه الطفلة الصغيرة. ينضم معنا الآن عبر الأقمار الصناعية من استديوهاتنا في جدة المواطنة أشجان بخاري. أشجان، مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، وأهلا وسهلا فيك يا أخ خالد عقيلي. حياك الله، طمنينا عن صحة بنتك. هذه يعني أول حاجة نبي نطمن عليها قبل ما نحكي. والله هي الآن بصحة وبعافية الحمد لله. الحمد لله صحتها كويسة. طبعا في صور ما قدرنا نعرضها، صور مؤلمة للطفلة الرضيعة، بس خليني يعني جداً. يمكن ما قدرنا نوريكم إياها، أو يعني قلت للشباب إنه ما يورونكم إياها، لكن أبصف لكم إياها. طفلة أمعاها خارج، أمعاها طالعة برا، في أكثر من صورة للطفلة وأمعاها كانت طالعة برا من الطعنات اللي وجهها لها أبوها. علمينا مستجدات القضية وإيش هي الحكاية يا أشجان. طبعا أنا انفصلت من والدهم وأنا في الشهر السادس من حملي. حاول الطليق أنه يسترجعني، لكن أنا خلاص اتخذت قراري وما زلت مصرة عليه، فحاول ملاحقتي من مكان لمكان. تهجم علي في بيت صديقتي واعتدى علي بالضرب وحاول أنه يسحبني، وبعد كده انسجن. ليش اعتدى عليك؟ وترفعت عليه قضية يبغى يسترجعني بالقوة، يعني يبغى ياخذني معاه بالقوة ويبغاني ارجع له بالقوة. وانت ليش تركتيه؟ بعد كده بس في امور معينة بس نبي نعرفها، ليش تركتيه انت وطلبتي الانفصال؟ مدمن مخدرات. مدمن مخدرات. طيب اكملي فصول. أيوه. اكملي الحكاية. ايوه وبعد كده جاء خلاص بعد ما انفصلنا تماما، جاء عن بيت صاحبتي وتهجم على بيتها واعتدى علي بالضرب وحاول سحبي، وطبعا رفض. وبعد كده رفعت عليه قضية وانسجن فيها. طبعا سجن. الآن هو مسجون؟ وبعد ما خرج من السجن كنت أنا ولد، لا هذه القضية اللي قبل ما يطعن بنتي. بعد ما خرج من السجن خطط للانتقام مني بطعن بنتي. وكيف كان، كيف صار هذا الموقف؟ احكي لنا. طبعا في القضية، لما في القضية الأولى لما انسجن، طبعا في الحق الخاص أنا ما رضيت أتنازل عنه إلا لما يعطيني حضانة أولادي، وحدد القاضي النفقة زيارة الأولاد، فحدد للأولاد في الويكند يزوروا أبوهم من السبت إلى يوم من الخميس إلى يوم الجمعة، والسبت هم حيكونوا عند أبوهم. وأثناء زيارة الأولاد لأبوهم والطفلة معاهم قام بطعنهم، وطعنها أمام أهله يعني، وأهله موجودين، وقام وجاب السكينة وطعنها كذا طعنات في بطنها، ويعني مو طعنات بسيطة، طعنات مع تمزق في الأمعاء. طبعا أحشائها شفنا الصور حنا، ولكن ما نستطيع أن نعرضها. أحشائها خارج يعني بطنها، وشفنا كيف كانت الصور الحقيقة المؤلمة. احنا معاك مكملين يا أشجان، خليك معانا، حنطلع فاصل قصير وبعد نرجع مع فصول قضيتك. يا أهلا فيكم من جديد، نتابع الحديث عن معاناة المواطنة أشجان اللي اعتدى طليقها على طفلتها الصغيرة بطعنات متتالية. يمكن تابعتم معنا الجزء الأول من الحوار. أشجان، عودة لك مرة أخرى من جدة معنا طبعا أشجان بخاري.
احكينا طيب، بعد ما اعتدى على الطفلة اللي هي بنتك بالطعن أمام أهله، احكينا من هنا إيش صار بعدها؟ بعد كده طبعا هو راح سلم نفسه للشرطة وقال لهم إنه أنا طعنت بنتي وكده، واتصلت في أخته وقالت لي إنه أبوها طعنها وهي في المستشفى وكده، روحي شوفي بنتك. أنا خلاص وقتها هي الصدمة يعني الأولى والثانية والنهائية كمان قضت علي، ما كنت متصورة إنه أبوها يشوفها ويطعنها أبدا صراحة، يعني مصدقة وماني مصدقة بصراحة. ورحت المستشفى وبس ما قدرت أشوفها يعني، يعني إلين كم يوم كده هديت، بعد كده استوعبت يعني كان الموضوع فاجع بشكل مو طبيعي، خصوصا إنه أول ما دخلت المستشفى قابلني الجراح وقال لي إنه جات كل شيء جوة جسمها كان برا، أحشائها كلها صراحة مرة يعني. طيب تواصلتي مع مثلا مكافحة العنف الأسري، وزارة الشؤون الاجتماعية أو برنامج الأمان الأسري؟ الآن هو مسجون طبعا، ها؟ أيوة الآن مسجون. أنت خوفك أنه يطلع من السجن ويكرر فعلته؟ هو مو خوفي، هو هدد المرة الثانية لما نعرف أنه البنت الحمد لله ربي كتب لها عمر وبصحة وعافية، هدد بقتلها مرة ثانية. لا حول ولا قوة إلا حتى بالله. للآن ما أنسبها له ولا طلع لها أوراق ولا إثباتات، وحالف إلا يطلع لها شهادة وفاة، ما يبغى يطلع لها أي أوراق. يعني هذا ليش كل هذا الحقد يعني؟ معلش، هل هو مثلا يشك ان هذه بنته ولا مش بنته ولا ايش؟ يعني تكلمي ووضحي لنا وش الموضوع او دوافعه. لا طبعا هذه بنته وهو متأكد انها بنته طيب وقال ليه هذا الكلام يعني في التحقيق والادعاء العام. ليش طيب هذا الحقد؟ ليش كرهه الشديد للبنات. يعني هو كان يبغى ولد ويوم جت البنت؟ كرهه الشديد لا هو يبغى أولاد ما يبغى بنات، يكره البنات في اعتقاده انه البنت عار، البنت حتجيب له الفضيحة، البنت حتكون شيء مو كويس عليه في المستقبل، ما حيقدر على تربيتها زي كده، هذه لازم أقتلها وأتخلص منها. أنت تقولين إلى الآن ما طلع لها لا أوراق إلى ثبوتية؟ الآن مو متقبلها طيب، ولا يبي يطلع لها، مو متقبلها تماما، يقول هذه مو لازم تعيش أبدا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما حترفع راسي أبدا. طيب بلغت الجهات الأمنية على مكالمته وتهديده الآخر أنه حتى يوم عرف أنها ما ماتت؟ أيوه. وتهديده علمتي الجهات الأمنية؟ علمتهم وأنا أرسلت أخويا له في السجن عساس يسوي لأخويا وكالة عساس أخويا يقدر يطلع لها أوراقها وزي كده. امتنع، قال له لا لا ما حطلع لها شهادة ميلاد، حطلع لها شهادة وفاة بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هذه مو لازم تعيش دقيقة واحدة. هذا 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 وين الإنسانية اللي عنده؟ هذا متجرد من الإنسانية إذا كان فعلا بها كما ذكرتي بهذه الطريقة، يعني يريد أن يصفي بنته في لذة كبده. يعني أتوقع أنه يعني مشكلة، لكن خلينا أقول لك يعني على قدر الألم بهذه القصة وهذه المعاناة اللي أنت عايشتها يعني مع بنتك، صوتك يصل إن شاء الله. ما الذي تطالبين فيه الآن؟ والله طالب أناشد الملك سلمان الله يحفظه يا رب ويجعله ذخر الإسلام والمسلمين ولبلادنا، إنه يحميني من هذا الإنسان ويحمي أولادي ويحمي طفلتي بصراحة، يعني المناظر البشعة اللي سواها فيها ماني قادرة أنساها، والله ما أنام كل يوم لما أتخيل الموضوع هذا حقيقي. يعني أناشد الملك سلمان، أناشد خالد الفيصل إنه يحموني ويحموا أسرتي ويحموا أولادي وطفلتي منه بعد خروجه من السجن بصراحة، لأنه كرر وهدد بقتله مرة ثانية وهدد حتى أنا بيقتلني، لأنه أنا أنقذت الطفلة وساعدتها وكنت أزورها في المستشفى، فحتى أنا هددني بالقتل. فأنا أناشد المسؤولين ودار الحماية
انه بصراحة يحمونا منه ويعجلوا بخروج اوراقها وثبوتياتها. اشياء الطفلة، هذه الطفلة بريئة ما طيب لها اي ذنب بصراحة. اشياء الطفلة معاك في الاستديو؟ لا والله ما ما هي جبتيها معايا. معك. طيب، لأنه سمعت صوت طفلة قبل شوي فقلت يمكن إنها طفلتك. طيب، أكيد المشهد ما يغيب عن بالك، يمكن لما شفتي اللحظة يعني بنتك وهي بحالتها وبوضعها بعد اعتداء أبوها عليها، لكن أتمنى إن شاء الله إن صوتك يصل، والقانون بإذن الله سيحميك، أتمنى وشرع والله، يعني هو هذا. وأتمنى إنه الملك سلمان يسمع صوتي، وأتمنى حكمه ما يجي من قضاء بصراحة، ما ينصفني في شيء هذا الآدمي. أتمنى إنه يعني يحكموا فيه أقصى عقوبة، لأنه لعلمك حولوه للجهة للمصحة النفسية وطلع ما يعاني من أي أمراض نفسية، أنت تقولي متعاطي ما هو. عنده أي مرض نفسي ممكن يدفعه، متعاطي ولكن ما يعاني من أمراض نفسية، ولكن أتمنى إنه أقصى عقوبة يلاقيها في حياته. الله المستعان. شكرا لك يا شجان، الله إن شاء الله يحميك ويحمي ابنتك، ثقي ثقة تامة أن النظام بإذن الله سيحميك، وإن شاء الله صوتك وصل منا بإذن الله يعني إلى حتى الجهات المعنية، لأن يعني امرأة تخاف على نفسها وتخاف على بنتها من مين؟ مو من عدو، من والد الطفلة. طفلة، الناس اللي يبحثون عن ذرية ويدعون الله سبحانه وتعالى دائما يرزقهم الذرية، هذا هكذا شكران النعمة للأب اللي يريد أن يتخلص من ابنته بهذا الشكل. والله والله ثم والله لو شفتم الصور اللي شفناها، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ما تتخيلون أنه قد يقوم إنسان بمثل هذا التصرف. طفلة بالأشهر أحشائها كلها برا، تخيلوا طعنات متتالية، أب يريد أن يتخلص من ابنته، هذا من زمن الجاهلية ومن زمن وأد البنات ولا إيش؟ أتمنى الجهات المسؤولة أنهم يقفون يحمون هذه الأم ويحمون هذه الطفلة، وأنه فعلا النظام وتطبق فيها العقوبات الصارمة في هذا الرجل. هذا إنسان غير سوي، هذا إنسان يريد أن يرتكب جرم، جريمة، وفي من؟ في بنته، في هلذة كبده اللي المفترض يحتويها ويكون هو الحضن الدافئ اللي يحميها مو هو اللي يقتلها. أتمنى إن شاء الله تتفاعل الجهات بإذن الله الأمنية، كلنا ثقة فيهم أنهم سيحمونك إن شاء الله يا أشجان، ويحمون ابنتك بإذن الله. القانون بإذن الله صوتك وصل، ولن تجد إلا كل خير بإذن الله تحت ظل هذه الأرض بإذن الله. شكرا لك يا أشجان أبو خالي، والد الطفلة المعتدى عليها من قبل والدها. وصلنا لختام حلقتنا، شكرا لكل من تابعنا، نلتقيكم إن شاء الله بإذن الله في حلقة قادمة غدا معكم الزميل إن شاء الله نفرح أشقيقي بإذن الله. أما أنا فألتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في أمان الله.